شكل غيطة هيت المايك هيت بس ماشي جاي خدمتي ماشي جاي يا عم اشتغل خدمة على حالك ماشي جاي خدمتي ماشي جاي ماشي جاي يا ما في الدنيا تلخبطي ماشي جاي ماشي جاي ماشي في الكون فيه العاقل والمجنون يا والمجنون فيه اللي بختام الهون الدنيا هموم الدنيا هموم فيه اللي ما يفرح يوم ما يفرح يوم فيه اللي بالضحك يدوم بالضحك يدوم وحايس في الدنيا تنطيطي ماشي جاي روحي مش تديري انا روحي شوفي حوشك واش قبل العشاء روحي روحي ماشي جاي هيا هاي هيا هاي مرحبا يا باتي مرحبا خير خير هيا مرحبا هاي جو سلمك جيب يا باتي أجبتك شوية خضرة هاي وانا عندك فاكهة هاي تلكي بتصرى فيك أصلي. سلمك جيب برتقال وموز وحركات عرفت لي غالي عيش فواكه انت شو رايك سلمك جيب يا باتي اشتغلوا اشتغلوا توا خلاص سلمولايدي يا ربي الحمد لله بيه اللي جيت عمتك حوة تنشد عليك وقالت لك وين ملفت طول ملفت خلاص ولا توقعت انه عدل فوق ان شاء الله فوق وين فوق 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 اللي فوق في القسم المالي اه تمام المدير القسم المالي هذه اجراءات اداريه فهمتي هيكل تنظيمي فهمتي مرن عليه على الريسبشن ملفات اوراق هنا فهمتي في موضوع كي الريسبشن معي يخش على الاستلامات معي يمشي شغل المخازن فهمتي يخط مع الدفاع المدني فهمتي اوراق حاجات سريه خصوصيه عمل شغل ضمني قول ان شاء الله كم يوم ينزل المرتبات والمصاريف مبروك باهي تمام باهي نجاك لي يا ربي شرايك طول عمرك يا الحنون ان شاء الله نشوفك بالواشو طول عمرك يا الحنون ان شاء الله نشوفك بالواشو طول عمرك يا حنون ان شاء الله نشوفك بالواشو طول عمرك يا حنون ان شاء الله نشوفك بالواشو اول عمرك فيها طاجون اول عمرك يا حنون ماشي جاي تجدهم على اليابسة صيادين محترفين يتوغلون في الغابة المطيرة لتعقب وفي الماء يستخدمون تقنيات متفوقة غابرة في القدم لصيد السمك والتمساح يا رمزي تي كانك تي شاب مش عاجبني انت راه انت شكلك مكبد كبد كجي على الفيس انت وقتك بيه تو تبعد بعقلي كبد يا رجل تي معناها موضوعك تي موضوع مطعم ها؟ مش مطعم هو موضوع امي امي انا افكر في امي تي كان عمت شريفه تي كانت تي مش تي ما شاء الله عليها خايف عليها انا يا رجل خايف عليها تي خايف تي خايف عليها من شنو؟ تي ما شاء الله تي عمت شريفه التي تقول بالله تي تقول تي بنيه في العشرينات تي كل يوم في الصبح حق فيها تتهاول تي عند الكوشه تي ممكن انت تجيب لها وحده تساعدها في الحوش تي لكن الموضوع مش مستحق تي والله تي تتنطر على الكسبره ما شاء الله عليك تي ورث امك امي لا تي ورث امك تي عبد شريفه تي غرد جيلتي هذا الله يستر امي لا امي لا تي توسع عبد شريفه تي لا تي حلب ماشي جاي تفضلي زيد فضلك يا حنا قلت لك راني دويت لرمزي على الملفات وقال لك حطيتهم فوق فوق انت فوق وين يا خيتي ما فيش هيا لحق في السماء لا فوق وين فوق شال بالي خيا فوق في القسم المالي عارفه انت وين في القسم المالي هذه امور حساسه تفهمش فيها انت يا ماما عندي ريسبشن عارفتي ريسبشن ورا المخازن
وين ما فيه الهناجر. قولي لي قولي لي قبل تحدثي هذا كله علاش لقوهم فوقهم تراك قولي لي علاش. ما هو الخدمه فيها مرتب والمرتب يطلع من قسم المالي وينزل المصرف، ولما تحقي انت زحمه على المصارف معناها المرتبات اجري غادي انزلل. اياه سلمك زغراتة يا حنة، انت اول معازيم فرح رمزي وليدي المدير. والله خايف اتزوج تكبر نار في الحوش. شو بيطفيها بعدها وتقعد بين امي ومراتي. هذا يقول المشاكل هذينا من زمان مشكلة. والله أمي كبرت تبي من يخدمها. طب زعما الدولية اللي ناخذها تخدم أمي؟ مستحيل مستحيل. مرات تقول لك الولية أنا يا أمك. شكلي اللي قاعد عازب خير خيرك طير حر. الله يدخلك اقسم بالله مش عارف شكلها تزريطه. والله ترقد ترقد مرقد ترقد. يا ماي ماشي جاي بيتي بيتي. شوف رمزي اليوم بسام ما جاي لهون. اهلين وسهلين شرفتونا. اليوم بسام ما جاي لهون. كان لباس لباس مريض تبقى كم مرضان عنده برد عنده مريض. باه ايه فهمت علي. وانت اليوم ما في درايفر ما في شيء ما بترفع طلبات تقعد لهون تشوف الزباين. الله يرحم لنا فيها جو درايفر سياره بيب بيب درايفر طلعت هو. اللهم طب لك يا روح لك اليوم ما في شغل لك ما في شغل بالسياره فهمت علي. البس هذا لا مكانها يعني. ايه ايوه هيك فانت بتاع المصري يا بسام. خلاص بح بح حاضر حاضر دونا هذيك حاضر ولا يهمك ولا يهمك. شوف طلبك ها شوف طلبات الزباين. ايوه حاضر ولا يهمك ولا يهمك. ماشي جاي بيتي بيتي. سبحان الله يا سيدي اول مره حق واحد ياكل شدقين معبيات هذينا تاليت برنامج مطلق وسهله قصدي اللي يقول بشدق وقاسه قويه خزف شدق الاخر كل الاخر كيف الجمال الجمال عطى جمال قويه جمال مو عنده تلقى عنده طنبوب شيء يقطع عادي كذا عرفته هذه يسوي فيها يخزن فيه انت خزن حطوني يا خليني ناكل. ها خف شواش حط بجيبك خذ الشربه ولا كمونيه هذه حطها بجيبك كويسه الكمونيه هذه بيك عندك الرز ركيع حتى وحط بجيب الاخر اللي وراني واطلع حتى لما تاكل تقاه تقاه كذا يا اخي والله وين فحم مقعد قدي يس هاي فحم مقعد وين كل بس اسكت يا احمد يا راجل كول بس يا 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 صور هيك ديري جو إننا قاعدين نفطر في مطعم منزليه على الانستغرام عندي ديري جو هيك حط على وجهي قلب عرفتي ايوه ترى كذا 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 وريني والله يطالع ما شاء الله. انا من صغير انا اوكي ديما سيلفيات وما شاء الله علي طالع في الصور بسم بالله سمح الصوره صدق اليوم عيد ميلادي والله اجتياد لا حول الله. ليش ما قلت لي على الاقل واحد كي شنو جاب هديه ودير روحه رومانسي شويه والله احرجتيني معاك انت كي تو مش عارف باش انت بتهديني انت اكيد احنا هديك يعني يعني طنجره شنو قصدي شنو احنا هديك طزين الحديد ذهب بسم الله ذهب صيني رخيص صيني ها
انت شن دخلك انت؟ انت مالك ومالنا شنو هذا؟ هذا شنو المهزل هذا؟ ما فيش حد انا مسؤول عن المطعم ولا كيف؟ يا استاذ شوفي استاذ شباك الاستاذ هذا من بدري قاعد مزهنا وعرف جميع مخططات حياتنا اللي بندرون نحن تو انا ما شو مسوي انت هون شكله هو قال له هذا صيني يا رجل بعطيه طنجره هي طنجره هو وزي صيني ها شو دخلك انت شو شغلك انت شباك شباك شوي سامحنا على راسي والله معلم سامحنا والله عارف انا اللي عجبتني فيك ذوقك لا اكيد ذوقي هذه ازمن حاجه حتى انا عجبتني فيها ديما ذويق انا الحمد لله يعني هذه اللي عجبتني فيها انا والله فعلا الطنجره على اشكالها تقع فهمت يعني هي طنجره ولا اجيب الذهب ما تجيش يا راشد ما قصدي الذهب كل حاجه الذهب غالي خلينا نصبوا يا استاذ الله وكيلك استاذ والله سامحنا استاذ سامحينا سامحونا شو سويت انت شو سويت؟ تفوت يا راجل قال دهب سيدي تروح يا روح يلا في عيد ميلاده بجيب لها دهب دهب خربت لي بيتي انت خربت لي بيتي اسكت يا راجل اسكت تي يلا يلا يضحك عليها قال دهب سيدي ما دهب سيدي شكل دهب تياجره والله تبي تغدى كسكس صح ولا لا لا الكسكس ما نحبهاش بجيبك طاجين حوت لا حتى الطاجين الحوت ما نحبش باش رايك في مكرونه كده بوخه مع اسبان وش رايك لا لا الاسبان ما ناكلش فيها باش سلطه جيب لك سلطه تاكل لا حتى سلطه ما نحبش على جاي تتغدى انا عاد تغدى مستشفى خلاص ايش دخلك انت بتوكلني بجوك لا لا ماشي بتوكلني بجوك انت بتوكلني بجوك ناكلك انت توه ناكلك انت يا شاب يا شاب يا شاب يا شاب الله وكيلك شو ما لا سامحنا والله سامحنا والله سامحني هذا بيوكلني بجوك لا لا براحتك ناكل هو لا لا براحتك والله تفضل شوف يا مكان يا شباب تفضل شوفك يا شباب انت شوفك شو تسوي كمان شوف دخلني بيتي انت والله قبل كليت يا باي زين لا حول ولا قوه شوف شغله هيا بح روح الحمد لله جد سليم الحمد لله الله ماشي جاي ميتي ميتي معلش يا استاذ تعال معلش نعم نعم تبغى غدا صح لا السحور هي اكيد غداتي في واحد يجيب الظهر مثلا يشرب حليب وشاي عاد تبي تمر نجيب لك تبي لبن نجيب لك تبي ندن هنا ندن لا 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 تحت امرك والله بارك الله خاصه عندك مشكله انت تحت امرك هذا تسلم والله كلك ضبط لا لا غدا شنو تحبي تشربي ولا تاكلي انا نبي بيتزا تمام ومشويات وشربه بيضه كيسه شربه بيضه حاضر حاضر ما عندكش مشكله طنجره طنجره بيضه تاع طنجره كيف قصدي تشربي انت تفضل انا نبي طاجين حوت يكون هيك سمح على كيف كيفك حوت طنجرة حوت قصدي لا لا طاجين طاجين رد بالك من العظام بس صح يبز الراس شنو؟ الحوت في شوك يبز رد بالك حوت هو غدار صح حافظ هيك لحظة بس لحظة تصدق اليوم عيد ميلادي؟ معقولة؟ كيف هيك انك ما قلتيلي يا مسكينة على الأقل بعطرانة من حوش جبت هدية هيك ولا حاجة حول الله شو انت بتهديني انت في عيد ميلادي شو انت بتهديني تو عيد ميلاد الليلة مين عيد ميلاد النون هيفرح كل الحلوين ونشيلها في عيوننا ما شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك والله يا راجل خليها والله قلت لك يعني ما تبيش اغنية يعني تبي ذهب ذهب صيني عارف انا ذهب صيني والله يفهم والله والله يفهم صح كلامه لكن لا نجيب لها ذهب حقيقي يا عادي عادي امكانياتك انت ذهب 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 طنجره ذهب صيني ذهب ماشي ما خير لا لا بارك احتفل بعيد ميلادي شكرا الحب ونار الحب ونار الحب ونار واجهني انت يا خساره شو جابك الحب نارا ما زلت صغير يا خسارة الحب نارا شن جابك يا حمادة لك حمادة لك وين السلطة يا حمادة لك السبايل والله لك شوها يا معلم يا معلم هذا مطعم محترم صح ولا لا لك أكيد ها أيوه لأن كان البنت هذه أنا تضحك على الشباب أيوه خلينا نركب بالأخير عقب طنجرة يا راجل تكسب في ذهب وتضحك على الشباب لك شو دخلك انت شو دخلك انت مجنون شو دخلك المهم في فلوس فلوس
يا راجل سمعة المطعم، سمعة المطعم هي شي يقول عليها الناس يا راجل. مصاري مصاري لك والله مصاري. لك شو انت مجنون؟ شو دخلك انت يا راجل؟ شو دخلك انت يا قبل وقت طنجره يا راجل، طنجره عقب طنجره تضحك على الرجال عيب، تضحك على الرجل اللي بنعدي لو اللي بيصير فيه يصير. الله يخرب بيتك، لك تعال هون تعال. عجبك المكان هاي الشجر حياه؟ شو سمح جو راقي يا اخونا، معلش يا راقي معلش جعتني يا راجل. البنت هذه نصابه. ايوه انا قلت لك وعندك علم. لا يا راجل، لا يا راجل نصابه، نقول لك نصابه كبيره. انا احترم نفسك واعرف على مين تدوي. نصابه حقيقتك بدل جيتي انا خوطت علي ذهب بدك فيها. معقوله؟ والله يلا دوي عند الميلاد تاخذ ذهب وتروح. تدري اي شيء انت وتقول لي معقوله؟ شنو تبي نقتلها يعني ولا شنو؟ لا لا عيط نتش اضربني ناس يا اضربني بدي اي حاجه، غير المشطه غير اليمين حط يسار غير اي حاجه نصابين. اكيد فاهم غلط. يا فهمتك انت قصدك لجو اليوم انا في الصبح. قلت لك نصابه. اي فاهم غلط، مش قد فاهم غلط، انت قصدك عليها ضومه. اي ايوه 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 نصابه. اقول اقول معك كذاب من بدري تاع الذهب نفس المكان انا صاحب المطعم شفتهم. لا يا استاذ انت فاهم غلط، هذه تقعد توأم الوليه وهذا يقعد زوجها وانا زوج هادي اي خدمه. غزي والله زي اختك من بدري النصابه. غزي نصابه ما عاش الله عاش صحونا والله يا غزي. حتى انا اليوم عيد ميلادي والله. الله هابي بيرثدي تو يو صافي. هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو صلاة حلوة يا جميل وعلى بالعمر وعلى بالعمر. والله يرحمك يا شباب والله 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 خوفتني والله خوفتني والله. انا غنيتولي صح؟ نبي حتى انا ذهب بس يكون اصلي من الصين. يبي ذهب. يا امي كلهم عارفين انا وليدك بشكل غيطه هيت المايك هيت بس. ماشي جاي خدمتي ماشي جاي يا عم خدمة على ماشي جاي خدمتي ماشي جاي ماشي جاي يا ما في الدنيا تلخبطي ماشي جاي ماشي جاي ماشي في الكون فيه العاقل والمجنون يا والمجنون فيه اللي بختام الهون بختام الهون متكسر يبكي حطيتي ماشي جاي الدنيا هموم الدنيا هموم فيه اللي ما يفرح يوم يفرح يوم فيه اللي في الضحك يدوم في الضحك يدوم وحايس في الدنيا تنطيطي ماشي جاي روحي مش تديري انا روحي شوفي حوشك واش قبل العشاء جيبوا لي روحي روحي ماشي جاي